بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي، أقدم لكم شرح مبسط عن كيفية التقاط القمر أسترا 1G، أسترا 1G اللي هو يقع بالموقع المداري 31.5 شرقا، 31.5 شرقا، يعني أسترا 31.5 شرقا. راح أراويكم القياس شقد واتجاه القمر وين. شباب طبعا نفس القياس بينه وبين يعني ذراع الارتفاع، اقصد العفو، نفس الارتفاع بالضبط مال القمر عربسات 30 شرقا، نفس الارتفاع ويطلع بنفس يعني اذا بنفس اللاقط، يعني اذا تلتقط قمر العربسات 30 شرقا يطلع ويا القمر أسترا 31.5 شرقا، نفس الارتفاع بالضبط 28 مثل ما تشوفون، بس اذا تحب تقول يعني شويه اشاره القمر زين. هسه احنا باعتباره هذا القمر عربسات 30 شرق، اذا تحب تقوي اشاره القمر مثلا أسترا 31.5 شرقا مجرد نصف سنتيم او شعره هيك حركه بسيطه جهه اليسار زين، شوية تعلى الإشارة تصير عندك قوية. هذا التردد اللي التقطته طبعا هنا ترددات هواي، هذا التردد مثل ما تشوفون تردد قناة بي تي بي مشفرة، طبعا هي أعتقد شفرة البيس مثل ما تشوفون، شفرة البيس مشفرة بشفرة البيس، التردد جدا قوي اللي هو 11758، 11758 افقي يعني اتش هوريزونتال، معدل الترميز 27500. هذه القناه مشفره بشفره البيس. اكو قناه مفتوحه اللي هي هاي دي دبليو انجلش اللي القناه الالمانيه، ايضا تردد قوي اللي هو 11817 عمودي فيرتيكال، معدل الترميز 27500. قلت لكم مثل ما تشوفون اخوان، شوفوا هسه هذا القمر عربسات 30 شرق بنفس اللاقط، يعني بنفس اللاقط هو والقمر الأسترة، الأسترة 31.5 شرقا. اتمنى يكون الشرح واضح، تحياتي لكم جميعا، اخوكم نوفل الخفاجي.